الرحيم أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا تواصل مستمر وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الأمسية الجميلة التي تجمع شعارات أبناء القبائل، أمسية سن الإذاع سن الإبداعي والإمتاع. كانت المنافسة والندية الكبيرة حاضرة في هذا المساء من خلال أيضا تواجد الرموز الفضية في هذه الأمسية الجميلة. مشاهدينا الكرام، شوطنا الحادي عشر ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته، نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين. وهنا اللقطات الجوية الجميلة المصاحبة لهذا المهرجان السنوي الكبير. مشاهدينا الكرام، لقطات ولا أروع تبين مدى جمالية هذا الميدان الكبير، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء، الذي يحمل لنا هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة بمسار وتحديات هذا الشوط. مباشرة مع البداية مع المركز الأول، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة الشاهينية لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان. هنا من يقود الأسماء، شعار الصعب من يتقدم بهذا الانطلاق والمسار المميز. بينما النقل والدور مع ثاني التحديات، من تنطلق هنا مع ثاني المراكز القادمة في هذا المسار. مشاهدينا الكرام، توقيت لمحمد بن سعيد بن محمد أبو سعيد الخيارين من يقدم لنا شعاره مع ثاني التحديات. بينما المركز الثالث، وصول وتقدم من الهبيبة حمد بن غدير بن صالح الينيبي الحاضر مع المركز الثالث مقدما لنا انطلاقة الهبيبة في هذا المسار. المركز الرابع، وصول وتقدم في هذه الانطلاقة والمسار الجميل. مشاهدينا الكرام، نتابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات اللي مغطي عليها الهبيبة في هذا المسار المميز والجميل اللي قادمة هنا في هذا الانطلاق والمسار المميز. نتابع سهرة محمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي من يقدم لنا تحديات شعاره من خلال هذا الحضور المميز. بينما خامس المراكز، شعار براية الحاضر في هذا المسار مقدما لنا تحديات المميزة والجميلة. من الجانب الآخر تتقدم في هذا المسار الجميل والرائع، هنا تصريح حمد بن راشد براية من يقدم لنا تصريح في هذا الانطلاق والمسار المميز. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في مساري وتحديات هذا الشوط. جائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة تيو نيسان بترول ستيشن اكس اي، رصدت الفائز بالمركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، جائزة عينية قيمة، من سعيد الحظ الذي سيحظى بهذه الجائزة الثمينة من بين هذه الأسماء، من بين هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة بين جنبات ميدان التحدي ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه الذي شدت إليه الرحال من شتى ميادين دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا الكرنفال الكبير. نعود هناك مع البداية مع شعار أيضا بن مرخان من يقود الأسماء مع الشاهينية سلطان بن محمد بن سلطان الاكتبي مع البداية مع صدارة الشوط. ها هو شعار الصعب من يقود الأسماء والتحديات الأولى من خلال حضوره المميز مع البداية مع المركز الأول. الله الله الله، نتابع المركز الثاني، القدوم والوصول من شعار الخيارين القادم بهذا المسار مقدما لنا انطلاقة سهرة، أو هنا شعار بن سبعين المحرمي يتقدم مع سهرة. محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي مقدما لنا شعاره وتحدياته المميزة مع المركز الثاني. المركز الثالث، شعار براية الحاضر والمنطلق مع تصريح حمد بن راشد براية هنا مع ثالث المراكز. والمركز الرابع، وصول وتقدم من شعار الخيارين القادم في هذا المسار من خلال تقدم أيضا توقيت محمد بن سعيد أبو سعيد الخيارين. وخامس المراكز، وصلت الهبيبة حمد بن غدير بن صالح الينيبي الحاضر مع خامس المراكز. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط أيضا يجمع هذه الأسماء الكبيرة
يجمع هذه الشعارات العملاقة المشاركة والمنطلقة في هذا المساء. الكل طامح لأيضا تسجيل نقطة مميزة في هذه الأمسية التراثية الجميلة هنا ضمن أمسيات ميدان التحدي، ميدان الشحانية الذي يحتضن هذا المهرجان الكبير. نعود هناك مع البداية، نعود مع الصدارة الشاهينية، لا تزال هي من تتربع على قائمة هذا الشوط من خلال حضورها المميز والجميل بشعار بن مرخان. هنا مع البداية الشاهينية سلطان بن محمد بن سلطان الاكتبي مع الصدارة مع المركز الأول، يطمح أيضا بإرسال السلامات إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة وخصيصا أهالي مرغم في هذا المساء المميز والجميل. مشاهدينا كيلوين متر ما تفصلنا عن السيارة، ما تفصلنا عن الناموس وعن الانتصار. نتابع المحرم أيضا حاضر ومنطلق في هذا المساء مقدما لنا تحديات المميزة وأمال أهالي مدينة العين وميدان غشابة. هنا يحضرون في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، بينما الوصول والتقدم في هذه اللحظات اللي وصلت هنا بشعار الخيارين القادمة. مشاهدين الكرام توقيت مع المركز الرابع في هذه اللحظات أو الثالث، ولكن وصلت ابتزاز وصل علي بن حمد بن مقارح مقدما لنا شعاره المميز، شعاره الكبير الذي يصل في هذا المسار، بينما بالراية من الجانب الآخر يتقدم هنا في هذا المسار المميز مقدما لنا شعاره، مقدما لنا تصريح حمد بن راشد بن سعيد البريس المري، بينما أرى الوصول اللي وصلت في هذا المسار وصلت. مشاهدين الكرام تقدمت هنا أيضا القادم الهلالية يوسف بن غانم بن محمد بن أهلي يصل في هذا المسار، ولكن العودة، العودة مع البداية، العودة مع شعار الصعب. من يقود الأسماء في هذا المسار في هذا الانطلاق والمسار المميز؟ تتقدم هنا بحضورها المميز بحضورها الكبير الشاهينية سلطان بن محمد بن سلطان الكتبي مع البداية، بينما بالراية مع المركز الثاني يقدم لنا تصريح حمد بن راشد بالراية المركز الثالث. وصلت أرباح سعيد بن محمد بالثيمة العامري يصل في هذا المسار مقدما لنا أرباح المركز الرابع. هنا تتقدم أيضا في هذا المسار الهلالية يوسف بن غانم بن محمد بن أهلي في هذا المسار، وصل بن جبران، وصل علي بن حمد بن مقارع في هذا الانطلاق، لكن عودة أجواء الكيلو متر الأخير ما شاء الله ولعت ما بينها النار النضاء. شوف هذا الأداء المميز والجميل هناك بالراية، بالراية مع تصريح أهالي المملكة يحضرون بهذا المساء المميز والجميل. يا سلام شوف هذا الأداء الرائع والجميل. هنا تتقدم تصريح حمد بن راشد بن راية، بينما المركز الثاني القادم هنا الهلالية يوسف بن غانم بن محمد، بينما وصل وصلت شعاره أيضا وصلت نزول راشد بن حمد بن متعب آل النخس المري، أول ظهور لنزول مع أجواء الكيلو متر الأخير، ولكن هنا بالراية مع البداية مع المركز الأول مع تصريح، تصريح مع الصدارة مع المركز الأول حمد بن راشد بن راية يقدم لنا تصريح بشعارها المميز شعارها الكبير مع البداية. الله يا سلام، السيارة، السيارة إلى بالراية تتجه، الناموس الانتصار إلى أهالي المملكة العربية السعودية من خلال تقدم شعار بالراية في هذا الانطلاق في هذا المسار المميز والجميل. إذا تصريح مشاهدينا الكرام تقادر بالناموس وبالسلامات إلى أهالي المملكة من خلال تقدم شعار بالراية حمد بن راشد بالراية. سلام، تصريح سلام، سلام بالراية، سلام، أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بالراية على فوز تصريح بناموس هذا الشوط، بينما المركز الثاني كان القدوم. مشاهدين الكرام المركز الثاني من فاجاتنا مع الأمتار الأخيرة الشهامة عاطف بن عطية بن حسن القرشي، والمركز الثالث وصلت مع المركز الثالث الهلالية يوسف بن غانم بن محمد. المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول والقدوم من نزول راشد بن حمد بن متعب آل منخس، والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت سلام لسالم بن جابر بن محسن بن جبران. تابعنا هذا الشوط مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل في هذا الانطلاق والمسار المميز، تابعنا هذا الحضور الكبير من شعار بالراية الذي قدم لنا تصريح في هذا المساء المميز والجميل. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام. توقيتها الزمني 9:16 79 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن راية على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصلت وفاجأتنا مع الأمتار الأخيرة هنا القادمة أيضا الشهامة لعاطف بن عطية القرشي 9:20:81 من الثانية. تهانينا والناموس لعاطف بن عطية بن حسن القرشي، بينما المركز الثالث
اللي وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام بشعار نعم الفتول فينيش يا مخرجنا ابو شارب. اذا مشاهدينا الكرام ناخذ الفوتو والفينش عبر الهواء مباشره على قناه الريان الفضائيه لنعطي كل ذي حق حقه. اذا مشاهدينا الكرام كان الوصول مع ثالث المراكز بشعار المنخس من حضر مع مزون. توقيتها الزمني عطنا التوقيت يا مخرجنا 9 دقائق 20 ثانيه 89 جزان من الثاني. تهانينا والناموس لراشد بن حمد بن متعب ال منخس المري. بينما المركز الثالث اللي وصلت مع المركز الثالث اللي هي الهلاليه او هنا مشاهدينا الكرام نعم تهانينا والناموس لراشد بن حمد بن متعب ال منخس المري. تهانينا والناموس للجميع.